السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله. أزف بشرى لكم بفتح المساجد أبوابها يوم غد الجمعة ابتداء من صلاة الفجر. كم اشتقنا للصلاة في بيوت الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا. لا يعني هذا أبدا أن أمر الجائحة قد انتهى، فهناك أكثر من 1000 حالة للإصابة بفيروس كورونا في مدينة ونزر وحدها، لذا يجب علينا أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة أنفسنا وسلامة من حولنا. عندما تأتي للصلاة في المسجد أحضر سجادة الصلاة معك وصلي في الأماكن المخصصة لذلك. لا تنسى أن تكون على تمام الطهارة لأن أماكن الوضوء والحمامات غير متاحة للاستعمال. استعمل الإثامة أو كما يقولون الكمامة، وخاصة عندما يصعب عليك المحافظة على مسافة الأمان بينك وبين غيرك. الأطفال ما دون 13 غير متاح لهم الصلاة في المسجد في الوقت الحالي. بالنسبة لكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة أو من يسافرون أحيانا بطبيعة عملهم ويقطعون الحدود، الأولى صلاتهم في بيوتهم صيانة لأنفسهم وغيرهم، ولا حرج عليهم في ذلك، ففي ذلك رخصة لهم. بالنسبة لأولئك الذين يتخوفون من الإصابة بالمرض، لا حرج عليهم بالصلاة في بيوتهم، فإن ذلك عذر شرعي للتخلف عن الصلاة. بالنسبة لأولئك الذين لم يسعهم المكان نتيجة الشروط ونتيجة الإمكانيات، فلا حرج عليهم، فإن هذا الأمر خارج عن إرادتنا وإرادتهم، ولا حرج ولا إثم عليهم إن صلوا في بيوتهم بسبب ذلك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي ذريتكم، وأن يحفظكم وأبناءكم، ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.